مساء الخير، ازيكم؟ انا مبسوطه قوي ان انا موجوده معاكم النهارده. انا يعني overwhelmed يعني بالناس الموجوده وكده، و I hope ان انا اللي هقوله ده يبقى inspiring بطريقه ما او مفيد، عشان ده الكلام اللي هقوله يعني هو بيز على تجربه شخصيه وتجربه مع فريق العمل بتاع مكتب اللي انا founded يعني grids architects. و لما I was invited ان انا اتكلم النهارده قعدت افكر كتير وانا ممكن اتكلم على ايه. لو عايزه اقول حاجه يعني تعبر عن المرحله اللي احنا فيها دلوقتي في التصميم كمكتب وكديزاينر، فلقيت ان انا اكتر حاجه بتعبر عن المرحله اللي انا فيها دلوقتي ان انا بديزاين لايك I have nothing to lose. يعني في المرحله دي وبما ان الدنيا فيها والماركت فيه ديزاينرز كتير، ابتديت افكر ان انا لما اجي اعمل تصميم اكون بعمله عشان انا عايزه اعمل حاجه حلوه ومش مهمه اي حاجه تانية. ومن الحاجات اللي اثرت فينا الفتره اللي فاتت قبل كورونا كمان، بس هو ده قفل ولا ايه؟ اوكي. في سنه 2019 كان في مسابقه نظمتها الدوله عشان يختاروا التصميم اللي هيمثل مصر في فينيس، في البيانالي فينيس اوف اركيتكتشر 2020. واحنا كمكتب، انا مكتب صغير، كنا عايزين ندخل المسابقه دي عشان نمثل مصر اوبسلي يعني. فعملنا ورش تصميم كتير وقعدنا سالنا اسئله كتيره، وكان التوبيك هو هاو وي ليف توجذر، يعني ازاي هنتعايش مع بعض. ودي اول مره يكون التوبيك المطروح هو عباره عن سؤال. ودايما لما بنقرا البريف، ومهم قوي في المسابقه ان احنا نقرا بريف كويس وكده، كان بيتكلم على فكره ان انت عايز لما الناس توصل بافيليون بتاع مصر يقعدوا كتير. ليه يقعدوا كتير؟ عشان يستوعبوا التصميم ويستوعبوا فكره البافيليون وكده. فاحنا قلنا طب احنا لو هو سؤال، احنا البافيليون ده عايزينه يكون مش رد واحد على السؤال، احنا عايزينه يكون ردود كتيره بس في توبيك معين. انا عايزاكم تركزوا في الصوره دي شويه عشان هعيدها تاني بعد كده، بس هيبقى في اختلاف بسيط ونشوف هتاخدوا بالكم ولا لا. الصوره دي كانت المدخل بتاع البافيليون، واكشلي برضو لازم التصميم دايما فيه حته شخصيه يعني. فانا كان مهم قوي اعرف انا اجابتي على السؤال ده ايه. How we live together. احنا على مر العصور ودلوقتي حالا عايشين مع بعض، يعني احنا عايشين ومتعايشين، ممكن نكون عايشين بطريقه مش لطيفه او محتاجين نبقى في تسامح اكتر او سلام اكتر، بس عايشين. وعشان كده كان مهم قوي نعرف احنا عشنا مع بعض ازاي على مر العصور وايه الاختلافات ما بين العصور. فاكتشفنا ان اللي دايما بيجمعنا هو هدف مشترك. هتلاقي ايام الفراعنه كانوا عايزين ياكلوا فتلاقيهم زرعوا مع بعض، ايام الايوبيين كانوا عايزين يحافظوا على مدينتهم فبنوا قلاع واسوار وبقى في جيش. بعد كده في المماليك ابتدى يبقى في شويه تجاره فالتجار بقوا يجوا فبقى في فنادق فبقى في تعامل معين مختلف. بعد شويه تطور بالتعليم بالصناعه بحاجات كتير، واحنا دلوقتي في مرحله صعبه شويه. حد فاكر الهرم ده بيفكرنا بايه شويه ولا مفيش خالص؟ هو الهرم ده انسبايرد من مازلو بيراميد اوف نيدز، لو في حد لسه واخد انسانيات قريب. فهي دي النيدز اللي الانسان بيسعى لتحقيقها، واحنا دلوقتي في مرحله للاسف الاكثر نيد الناس بتحاول تحققه هو السيلف اكتواليزيشن، اللي هو كل واحد يلاقي نفسه بطريقه ان احنا ابتدينا شويه ننسى الحاجه اللي بتجمعنا. كل واحد عايز يبقى عنده احسن حاجه ويبقى اشطر واحد، وابتدينا ننسى شويه ونبعد عن ان احنا اصلا مجتمع واحنا اصلا بلد، وغير البلد احنا اصلا الكره الارضيه هي اللي بتجمعنا، والطبيعه هي اكتر حاجه اللي ممكن تكون هدف نتفق عليه ان احنا لازم نحافظ عليها ونحافظ على البيئه ونتواصل معاها بطريقه ثانيه. والصورة دي بالنسبة لي معبرة جدا على إحساسي بالكرة الأرضية النهاردة. الكرة الأرضية يا جماعة بالنسبة لي شفاها بتصرخ، أو في نوع معين من
objection على الحالة اللي احنا واصلين لها من تلوث واستهلاك لمواد وحاجات كتير. وانا عارفة ان دخلت في موضوع سيريوس شوية، بس هو فعلا بالنسبة لي موضوع مهم وبيأثر على قرارات كتير قوي على قد ما اقدر. يعني احنا في الاخر انا مش حكومة وانا مش شركة وانا مش حاجة كبيرة، بس الاحساس ده دايما بيأثر عليا في تفكيري في حاجات كتير. وحتى وضح بقى ايام الكورونا والكورنتين وكده، ولقينا الطبيعة بترجع تاني، وحتى في دراسات كتير قالت ان الارض ابتدت تتعافى لما الناس قعدت في بيوتها. والصورة دي بتفكرني بشكل المدن وهي بتكبر. هتلاقوا المدن مختلفة، مش بس في مصر، كل المدن احنا ابتدينا نحتل الكرة الارضية بطريقة مخيفة، ويا ريت بحاجة كويسة. يعني في حاجات كتير قوي بقت فضلات وويست، وابتدينا ان احنا نبقى عايشين كده ongoing party. احنا بناكل ونستعمل بلاستيك ونعمل وكده، ومحدش واخد باله قوي من العواقب. الصورة دي رجعت تاني. انا هقول لكم الفرق عشان ممكن محدش واخد باله. الفرق في حد هنا بيشاور صح؟ ابتدى يظهر نقط. عارفين ايه النقط دي؟ النقط دي بالنسبة لي هو في نقط سودا يمكن انتم مش شايفينها، بس احنا لما كنا عاملين البافيليون ده كنا عاملين الحيطه دي عباره عن نقط سودا، عباره عن 20 مليون نقطه. 20 مليون نقطه يعني 20 مليون انسان عايش في القاهره النهارده. ال 20 مليون دول لو كل واحد فيهم قرر يعمل تغيير بسيط في حياته هيعمل فرق. والنقط المنوره دي بتمثلكم انتوا، انه لو في اي حد فيكم ان شاء الله استفاد نص كلمه او فكر بطريقه ايجابيه اتجاه الطبيعه او تجاه الكره الارضيه، بالنسبه لي ده هيكون انجاز. فعشان كده احنا في البافيليون بتاعنا كنا مفكرين ان الحيطه دي تبقى انتراكتيف، ان احنا اللي هيعمل هاشتاج انقذ الارض او هاشتاج ليتس ليف توجذر، اللمبه دي هتنور. ومش بس هي بتنور نفسها، هي بتنور وبتنور المحيط اللي حواليها، لان كل واحد فينا بيختار اختيار بيأثر في الناس اللي حواليه. واحنا كمعماريين، انا متهيألي معظم الناس اللي قاعدين معماريين او مصممين، اختياراتنا بتأثر على ناس كتير قوي. لان احنا لما بنبني مبنى هو مش النهارده وبكره وبعد بكره خلاص، لا، احنا المباني بتاعتنا ممكن تاوتليفرز، يعني تعدينا، تعدي اجيال ثانيه، والوحش والحلو هيقعد. يعني اللي بيحصل ان العماره حاجه لونج تيرم قوي، فالقرار اللي بناخده النهارده في مبنى او في منشا بيأثر على عدد ناس كبير، عدد من الناس كتير جدا. عشان كده احب ان كل حد، انا اول واحده فيهم، ومن ساعه ما عملنا المشروع ده ابتديت انا والمكتب وفريق العمل بتاعي كل اختيار قبل ما ناخده نقول هو ده هيأثر على بقيه الناس ازاي؟ هو ده هيأثر على علاقتنا بالطبيعه ازاي؟ ده هيأثر على استخدامنا للمواد الاوليه ازاي؟ او على الويست مانجمنت ازاي؟ او على الطاقه ازاي؟ وحتى لو هي حاجه بسيطه قوي، زي مثلا لما عملوا قانون دلوقتي التكييفات ما ينفعش تنزل لدرجه حراره 16. هي بتفرق على فكره، هي الحاجات دي مش بس رقم وخلاص، لا هي بتفرق وبتفرق جامد. طب ايه الطريقه اللي بقى ان احنا نعبر بيها عن الموضوع ده؟ وانا يعني احنا بما ان برده معماريين وكده، فمهم قوي الفيجوال. شايفين الحته الحمراء دي؟ دي القاهره في سنه 1800، يعني من 200 سنه. شايفين بقى الباقي ده؟ ده النهارده. شايفين الجروث اللي حصل؟ احنا ومش احنا بس على فكره، احنا لما قعدنا مع ناس من فرنسا ونيوزيلندا قالوا لنا عندنا نفس المشكله. اللي حصل ان الاربن جروث حصل له جامب رهيبه، احنا في ال 200 سنه اللي فاتوا شايفين الكيرف بقى عامل ازاي؟ العماره والاربن ديفلوبمنت زاد بطريقه خياليه. طب ايه المشكله في كده؟ احنا عملنا انستليشن بتعبر عن الموضوع ده ازاي؟ ان احنا جبنا كل، عملنا الخريطه دي على كل 10 سنين وابتدينا نشوف كل 10 سنين ايه اللي حصل واتطور، وابتدينا عملنا له اكستروجن ومثلناه بشكل بلين زي ما انتم شايفين كده، اللي هو 1800 1820 1840 لغايه 2020. فلما تشوفوا المكان ده هي دي اللايرز اللي كبرت بيها المدينه، بس مش بس كده، هي كبرت وقطعت الاتصال ما بين الانسان والطبيعه المحيطه بيه. ايه الطبيعه؟ الطبيعه ابسط حاجتين الشمس
ونهر النيل. وابتدينا عملنا تصميم انه في ضوء والضوء ده بيبقى شبه الضوء على نهر النيل بالليل بيضوي ويطفي كده وبيعدي. والله لو في خيوط مش هيعدي مش هيوصل للانسان. واحنا اللي في ايدينا لما نمشي بالخيوط دي ونلعب بيها كمصممين معماريين نقدر نغير في الكونفيجريشن دي. يعني احنا اللي نقدر نروح النهارده نفتح الشباك، نقدر ان احنا نبطل نشغل التكييف، نقدر ان احنا نكسر حيطه تدخل لي اضاءه طبيعيه كويسه، نقدر ان احنا نبتدي ندخل زرع في البيت، وعشان الزرع ده يعيش لازم نديله البيئه الصالحه، والبيئه الصالحه للعيشه للنبات غالبا هي البيئه الصالحه لينا احنا. احنا لما بنشوف البيوت القديمه زي بيت الكتليه وبيت زينب خاتون ايه ليه بننبهر؟ لانه البيت الارض بتاعته تراب، في علاقه على طول سويه مع الطبيعه والهواء داخل صح والشمس داخل صح. الحاجات دي بتاثر علينا كنفسيه وفي التعامل. وكمان المشكله ان احنا دلوقتي قاعدين في حته هو حد عارف احنا الصبح ولا بالليل؟ حد حاسس اصلا هو جو حر ولا برد؟ ما بقاش الترابط ده ضاع، حته الترابط ما بيننا وبين الطبيعه راحت. والمشكله ان احنا بنشغل التكييف عشان نبقى حاسين احسن وتلاقي ان الدنيا بقت اوحش بره. فكل ما احنا بنفقد الاتصال ده هيزيد وهيزيد طول ما احنا مش مدركين او مش بنحاول نحسن الاتصال ده. ده كان المسقط الافقي للمكان. بس مش ده الموضوع الوحيد، احنا ناقشنا مواضيع كتير قوي، ولكن يعني هي المواضيع كلها ليها دعوه بنفس التوبيك. طب ليه بقى ارجع لفكره ديزاين لايك يو هاف ناثينج تو لوز؟ انا كليلى خلاص بقيت عارفه ان انا عندي حب معين للطبيعه ورغبه قويه ان انا اعمل فرق في مش عايزه اقول التحكم البيئي بقى والكلمات اللي هي السستينابيلتي الناس تتكلمها دي، لا انا عايزه احس بالطبيعه اكتر، عايزه استعمل الشمس، عايزه اكون حاسه ان انا مش انسان بدائي ولكن استعمل التكنولوجيا بطريقه تحسن اتصالي بالطبيعه. ومش انا بس، انا وكل من هيستخدم مبنى انا صممته او انا اشتغلت فيه. طب ليه انا بقول بقى لايك هاف نوتنج تو لوز؟ عشان انا لما بقول الكلام ده للعملاء اكيد هيقولوا عليا مجنونه. يعني انا لما بقول للعميل افتح الشباك ودخل التراب والكلام ده كله هي حاجه يعني مش حاجه واقعيه يمكن بالنسبه له، لكن هي واقعيه بالنسبه لي. ده فريق العمل. ومن ساعه ما اشتغلنا المشروع ده وابتدينا نشتغل في مشاريع طبيعيه ابتدينا نحاول انتروديوس تغييرات بسيطه جدا، حتى لو هي افتح الشباك او ازرع زرعه او بقينا نرفض المواد اللي هي بتبقى مثلا ملوثه للبيئه، او ابتدينا ان احنا نقترح يتحط سولار بانلز ونصر ان يتحط سولار بانلز. بس كمان في حاجه مهمه قوي، implement like you're paying. يعني ايه؟ يعني انا هعمل ديزاين كان مفيش حدود، كان مفيش حد هيقول لي في مشكله. يعني I have nothing to lose، يعني خلاص انا هعمل التصميم زي ما انا عايزاه، مش مشكله بقى المشروع راح الكلاينت ما عجبوش وهكذا. لكن لما اجي انفذ لازم انفذ وانا معتبره نفسي ان انا هنفذ من جيبي. ليه بقى؟ لان انا لما هعتبر المشروع ده هيتنفذ من جيبي هبرر لنفسي قبل العميل هو انا اللي بختار الاختيار ده. يعني انا لما اختار ان انا اقلل التكييفات في المبنى عشان انا عايزه اتواصل مع الطبيعه، هو الكلاينت خلي بالك انت مش بس هتعمل تواصل مع الطبيعه، لا انت كمان هتقلل التكلفه بتاعت الشراء للتكييفات. معظمهم بيقولوا لي لا بس احنا عايزين نشتري تكييفات، احنا مش معقول ان انا اتحرر الاقي تكييف. قلت لهم خلاص هنشتري التكييف بس جرب افتح الشباك، الرانينج كوست بتاعك قل. قلبتها له فلوس فابتدى يسمعني. جيت لبراند ثانيه بعمل لهم شغل او بيت او وات ايفر براند، بقول له انا عايزاك نعمل بس خلينا بص احنا هنشتري من منطقه من مكان لوكال. ليه الكواليتي بتاعته مش تحفه؟ ده السؤال يعني. وانا ممكن اجيب لك احسن كواليتي، اقول له لا بس انا لما هستعمل اللوكل هستعمل الماده القريبه اللي مش هتكلفنا نقل ومش هتخلينا نستعمل بنزين كتير او هتخلينا نوظف الناس. هيقول لي مش يعني
طب ايه رايك بقى لو عملنا سوشيال ميديا بوست بيقول ان الشركه بتاعتك بتعمل بتشغل الناس اللي في الكوميونتي؟ ايه اللي هيحصل؟ هيعمل براند اويرنس اعلى. فابتدى ان انا هو حاسس ان انا متعاطفه معاه. يعني ان انا انتروديوس فكره الحفاظ على الطبيعه عشان هي حاجه يوتوبيان وحاجه جميله وحاجه للمستقبل الكره الارضيه دي مش هتاكل عيش. لكن اللي ممكن يبقى دايما هو الناحيه الثانيه ان انا احس ان انا الانفستمنت ده هيطلع من جيبي انا كاني انا الكلاينت واشوف ازاي الريتيرن اون انفستمنت ده هيحصل. ازاي انا لما هصرف فلوس اكتر في ان انا اوفر للطبيعه اوفر شجره ما تتقطعش او ان انا ازود دخل الطاقه بتاعي من سورس طبيعيه الاقي ازاي ان انا هوفر قرش او ان انا هزود مكسب بطريقه ثانيه. لان هو ده واقع الحياه الطبيعيه. الحياه العاديه كلها اقتصاد وكلها في الاخر احنا مصممين في الاخر هي صحيح باشن وحاجه احنا بنحبها وكل حاجه بس هي كمان في الاخر شغل. عشان كده I think it's very important ان الواحد لما يجي يصمم ويوصل لابعد الحدود في التصميم بالافكار ويبقى بيحلم اكبر حلم لكن اول ما يجي ينفذ لازم يبتدي يحسب لان الكلاينت ما بيفهمش غير الارقام وفي الاخر ده اللي هيخلي الاحلام دي تتحقق من غير ارقام مش هتتحقق. حد عنده اسئله؟ انا كده يعني شرحت لكم البريف الفكره اللي انا كنت عايزه اوصلها. لو في اي حد عايز يتناقش في الموضوع يقول لي انت غلطانه. طيب انا هحكي لكم حكايه ثانيه عشان هي ليها دعوه بالموضوع. في نفس المشروع ده بتاع البيانالي لما جينا نشتغل عليه من الافكار اللي جات لنا ان احنا عايزين نقعد الناس ففكرنا طب نقعدهم ازاي؟ فجاء على بالنا نعزمهم على نعناع. عارفين نعناع مغلي؟ طيب لو قلنا اي حد هيدخل هيبقى في ايطاليا ماشي في البافيليونز كلها وبيلفلف ويجي عند البافيليون المصري ويشم ريحه النعناع المغلي هينبسط هنعزم عليهم. بس احنا هنجيب النعناع منين واحنا في ايطاليا؟ يا اما هنجيب بقى معانا بوتس فيها زرع يا اما هنجيب ابو فتله. طيب لو انا جبت ابو زرع ده ايه اللي هيحصل؟ غالبا هحتاج ان انا اديله proper ventilation و proper sunlight وحاجه يعني بيئه مناسبه للنعناع صح؟ بس لو جبت ابو فتله ايه اللي هيحصل؟ هستعمله وارميه ولما هرميه غالبا هياخد كام سنه كده عشان الورقه والفلتر يتحللوا. لكن العود النعناع هرميه ايه اللي هيحصل؟ غالبا هياخدوه في مجلد كومبوست ويحطوه في الارض ويقدروا ان هم يعملوا منه سماد في لحظتها. طب لو رجعنا لورا شويه هو الزرعه دي كانت ايه تكلفتها في النقل او في ايه ازاي اثرت على البيئه في ان هي تبقى تكبر؟ غالبا ولا حاجه هتحطيها في زرعه وبعدين هتاخديها وهتكبريها في البيت او هتكبريها في المكان اللي احنا فيه. لكن الورقه لكن الفتله النعناع الفتله ده ايه اللي بيحصل؟ بيزرعوه فدادين وبعد ما يزرعوه يحصدوه بمكان جامد بعدين ياخدوه في المصانع وفي المصانع دي يبتدوا يجيبوا بقى الفلتر والورقه ويعملوا براندنج وبعدين عشان ينقلوه لازم يجيبوا له تراكس كبيره والتراكس الكبيره محتاجه رصف الطرق عظيمه. انهي واحد استخدامه اثر في الطبيعه اكتر؟ اكيد اللي تستعمل لها ابو فتله ده لانه عمل مشاكل ان هو هدر طاقه وهدر شجره غلبانه اتقطعت عشان نعمل منها ورق وهدر حاجات كتير قوي. فحتى الاختيار ده لو انا هختار هشتري نعناع في قصريه ولا هشتري من ورقه من فتله الاختيار ده بيفرق. وده اللي انا عايزه اقوله ان احنا اختياراتنا دي على انها بسيطه بس بتفرق واحنا اختياراتنا كمصممين اكيد هتفرق اكتر واكتر. وعشان كده انا بدعوكم ان انتوا في اي مشروع تشتغلوه ان شاء الله لو دوركم ابسط حاجه بتختار اوكرا بتعمل اي حاجه فكر ازاي الاختيار ده ممكن يكون بيأثر من نواحي كتير مختلفه ومش بس من الطبيعه ومن المستخدمين والتأثير الاقتصادي لان هو ده اللي احنا بنعمله بنعمل اختيارات مؤثره جدا في حياه كل مبنى احنا بنشتغل عليه. Thank you.